وما محل القنوت في صلاة الوتر؟ هل يكون قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة أم بعد الرفع من الركوع؟ وهل يلزم التكبير في كلتا الحالتين؟ يجوز أن يكون القنوت قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة، كما يجوز أن يكون بعد الرفع من الركوع. والدليل على ذلك حديث إسناده قوي كما قال الحافظ ابن حجر، رواه ابن ماجه عن أنس عندما سئل عن القنوت هل هو قبل الركوع أو بعده، فقال كنا نفعل قبل وبعد. وإذا قنت قبل الركوع كبر رافعا يديه بعد الفراغ من القراءة، وكبر كذلك بعد الفراغ من القنوت، وهذا مروي عن بعض الصحابة. وأما رفع اليدين عند القنوت فقد استحبه بعض العلماء وبعضهم لم يستحبه. وأما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فقيل الأولى عدمه اتباعا للسلف، والله أعلم.